اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده مجانا وصار. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا؟ اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه حازم، بسيولي الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني يا بسيولي. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا، برضه مش فاكر. انت صعبت عليا، بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيولي. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيولي. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيولي. لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنال. عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنال ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبهولك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي و... حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل. يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنال اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. ألف سلامة للهارب الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده هناك؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الظابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص انا متفائل بيه، والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور؟ وريني بسيوني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما رضيت ولا احكي لك. علي جرى وانت حلمت من ديلك، علي جرى بس ما رضيت ولا احكي لك. علي جرى
الحمد لله الامن مش مستتم والنفوس مش صافيه وشكلها كده عركه كبيره من اهل العريس واهل العروسه وهنطلع النهارده من 30 محضر. يا عم اختف انت بقوا 31. الف مبروك يا عريس. الف مبروك. اما فين العروسه؟ يا ريتني ما سالت. اهلا وسهلا يا باشا. انت كده اوعى. اهلا يا باشا. اتفضل عند اهل العريس. اتفضل عند اهل العريس. عند اهل العريس ولا اهل العريس ولا اهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخواني دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها رواقوا يا مؤاخذه سعاده الباشا. الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتنا زي السمسمه. ايه انا بحيت الكلام الماسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر. سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن كلم الحاج. يا نيتن كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج هي تقوم ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. أيوة لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده. عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه احنا اعراض؟ في ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جوه. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر. ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه عادي. 18 محضر. انت يا بلدي 19 محضر. ايه بلدينا دي؟ انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي. السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى؟ لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا ناريس من الشباب يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني ويتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر. خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباهي بس. مش انتباه. ايوه مش انتباهي. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر يعني الشتيمه ما تنفعش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ ما تنفعش كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي. انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15. اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدك باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي.
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. اه بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله، في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في صحه انفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل.